هكذا استطاعت أم كلثوم تخليد اسمها في تاريخ الموسيقى العربية. في صحيفة الجارديان البريطانية كتب توم فابر مقالا عن المطربة العربية أم كلثوم بمناسبة عرض يقدم لمرة واحدة في مسرح البالاديوم لندن بالعاصمة البريطانية في 2 مارس الماضي. ويستعرض الكاتب رحلة أم كلثوم من بدايتها في ريف الدلتا حتى تربعها على عرش الغناء العربي لعقود، وعلاقتها بالنظام الملكي والجمهوري الذي حل محله في مصر. ويتطرق الكاتب للجدل الذي أثير حول كون أم كلثوم مثلية جنسيا، وهو أمر لم يتطرق إليه كثيرون ممن كتبوا عنها. ويستهل الكاتب المتخصص في شؤون الثقافة والفن مقاله بقوله: يترامى إلى أسماعك الصوت المنبعث من مقهى أم كلثوم قبل أن تراه. تنتشي آلات الكمان ويرتفع صوت جهوري من مدخل المقهى في حي التوفيقية بالقاهرة، وفي الخارج يدخن الشيشة أشخاص يجلسون مثنى مثنى على كراسي من البلاستيك، ولا يكاد يكون وجودهم محسوسا، إلى جانب التمثالين النصفيين الهائلين للمطربة التي عرفت بألقاب من قبيل كوكب الشرق، أم العرب، وهرم مصر الرابع. سجلت أم كلثوم حوالي 300 أغنية خلال مسيرة غنائية تزيد عن 60 عاما، وكلماتها عن الحب والفقدان والشوق تنبعث من سيارات الأجرة وأجهزة الراديو والمقاهي في جميع أنحاء العالم العربي اليوم، حتى بعد مرور 45 عاما على وفاتها. وعلى الرغم من ترنمها بالشعر العربي الفصيح المعقد، نجحت في التأثير في بعض أعظم المطربين والمطربات في الغرب، إذ قال عنها بوب ديلان: إنها رائعة، إنها رائعة حقا. وأدت شاكيرا وبيونسي رقصات على موسيقاها، ووصفتها ماريا كالاس بأنها الصوت الذي لا يضاهى. يضيف الكاتب: لا يوجد نظير غربي لأم كلثوم، ولا توجد فنانة محترمة ومحبوبة بقدرها في العالم العربي. على الرغم من ذلك، فهي ما تزال غير معروفة نسبيا في المملكة المتحدة. ويهدف عرض يقدم مرة واحدة في مسرح بالاديوم لندن في 2 مارس إلى تغيير ذلك الوضع. يقدم عرض أم كلثوم والعصر الذهبي سردا دراميا باللغة الإنجليزية عن حياة المطربة، مصحوبا بأغاني لها باللغة العربية. وتقول منى خاشقجي منتجة العرض: رسالتي كلها تدور حول الترويج لثقافتنا الغنية بالموسيقى العربية الكلاسيكية في الغرب. يصور العرض الموسيقي مصر خلال فترة من الخصوبة الثقافية والتغيير الاجتماعي والسياسي الهائل، أنه يجيب عن سؤال طرحته عالمة علم الموسيقى العرقي فيرجينيا دانيلسون، التي كتبت سيرة حياة أم كلثوم: هل من الممكن أن تجسد حياة امرأة وأعمالها واقع 50 عاما في المجتمعات العربية، حيث كان ينظر إلى النساء بعيون الغرب بوصفهن غرباء، عرضة للاضطهاد وأسيرات للصمت والاحتجاب؟ وهي ليست امرأة عادية، بل امرأة أثارت ميولها المثلية الجنسية ورفضها للمعايير المتعلقة بالنوع بعد الدهشة أثناء حياتها. ولدت أم كلثوم في قرية بدلتا النيل سنة 1904 لرجل يعمل إماما وزوجته. كان والدها يزيد دخله من خلال غناء الأناشيد الدينية مع ابنه وابن أخيه. وكانت ابنته تحاكي ما يغنيانه، مما يعكس في وقت لاحق أنها تعلمت لأول مرة الغناء مثل الببغاء. بعد انضمامها إلى المجموعة الغنائية للأسرة، أثبت صوتها القوي ابتكارا، ولكن أيضا بصفتها امرأة تؤدي أغاني دينية. كان الأمر مستفزا، كان والدها يلبسها معطفا فنيا وغطاء رأس بدوي أسود، فلا يتبدى من وجهها سوى عينيها وفمها. ولأنها تحررت من قيود النوع الاجتماعي، أشرقت موهبتها وأثارت اهتمام الموسيقيين المشهورين الذين دعوها إلى القاهرة. استغرق الأمر وقتا من أم كلثوم حتى ترسخت قدماها في المدينة الكبيرة خلال أوائل العشرينيات من القرن العشرين، وفي حين كان صوتها موضع إعجاب ببيوت النخبة في القاهرة. فإنها كانت تتعرض للسخرية بسبب ملابسها الريفية الخشنة وسلوكها الذي لا يختلف كثيرا عن مظهرها، لكنها تعلمت تدريجيا ارتداء ملابس تساير الموضة، وعملت مع أفضل فناني العصر على الرغم من سمعتها بأنها ترهق من يعمل معها. وتنافست عليها شركات التسجيل وتفاوضت ببراعة لزيادة أتعابها وشهرتها، وسرعان ما كانت تكسب ضعف ما يكسبه أكبر النجوم على الساحة الفنية في القاهرة.
قال روبرت بلانت من فرقة الروك الإنجليزية ليد زيبلين إنه انتابته حالة من الشرود عندما سمع صوت أم كلثوم أثناء وجوده في مراكش سنة 1970. عندما سمعت لأول مرة الطريقة التي كانت ترقص بها في السلم الموسيقي حتى أدنى مستوياته للوصول إلى نغمة جميلة، لم أكن أتخيل حتى إمكانية أن أغنيها. كان ذلك أمرا هائلا، لقد كشف أحدهم لي عن عيوب فهمي للأغاني. يتابع الكاتب: كان صوتها من نوع كونترالتو، وهو أدنى أنواع الأصوات بالنسبة للإناث، وكان يتمتع بقوة هائلة. كانت تغني لجماهير غفيرة بدون ميكروفون وترتجل بذوق رفيع. قال عنها الروائي المصري نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل ذات مرة قائلا: كانت تتصرف مثل داعية يستمد الإلهام من جماعة المصلين، وعندما يرى تأثيره فيهم يعطيهم المزيد منه ويبدعه ويجوده ويزينه. كانت الحشود تطالب بتكرار أبيات شعر بعينها، وامتثلت أم كلثوم لطلبهم. وهذا يعني أن الأغنية قد تستمر ما بين 45 و90 دقيقة. لقد غيرت محور التركيز بمهارة، واكتشفت المقامات الموسيقية العربية في غمرة فوران من التصفيق، حتى قيل إنها لم تغني بيتا من الشعر بالطريقة نفسها مرتين. يستمر عناء أم كلثوم بشكل عام حوالي 5 ساعات، ويتكون من 3 أغاني ممتدة. كان هدفها هو إطراب المستمعين، وفي حالة من الافتتان الذي يسلب القلوب، حيث يتلاشى الوقت وتذوب الذات في الموسيقى. خلال الأربعينيات من القرن العشرين تحولت نحو الموسيقى المصرية العامية الشعبية، وهي خطوة بارعة، إذ كانت البلاد ترزح تحت نير بريطانيا. ربطتها الأغاني الأخرى التي تستخدم الشعر العربي الحي بالأدب الرفيع، وقدمت صورتين شعبيتين: المرأة المثقفة التي يمكنها تثقيف الجماهير، وأيضا ابنة الفلاحين التي تعبر عن ألم الطبقة الكادحة والعاملة. يلفت الكاتب إلى أنها سجلت على أسطوانات الفينيل، وأدت أدوار بطولة 6 أفلام موسيقية، ومنذ سنة 1934 لمدة 40 عاما تقريبا بثت حفلا موسيقيا حيا في أول يوم خميس من كل شهر. أصبحت هذه ظاهرة اجتماعية، وهناك الكثير من القصص عن الشوارع وأماكن العمل في تونس إلى العراق التي تصبح مهجورة فجأة، حيث يهرع الملايين إلى منازلهم للاستماع إليها. لقد جسدت الوحدة العربية، وأصبحت فرضية لا تقاوم بالنسبة لدواهي السياسيين. هناك قصة شائعة بأن موسيقى أم كلثوم حظر بثها بعد ثورة 1952 في مصر، لأنها كانت تغني لقادة النظام القديم. وقال جمال عبد الناصر، البطل القومي الذي أصبح ثاني رئيس مصري في وقت لاحق، عند سماعه أن موسيقى النجمة حظرت، قال: ماذا دهاهم؟ هل أصابهم الجنون؟ هل يريدون أن تنقلب علينا مصر؟ فهم عبد الناصر أن أم كلثوم كانت رمزا للثقافة العربية المصرية الأصلية، واستفاد من بث أغانيها في الإذاعة بإلقاء خطبه السياسية بعدها مباشرة للترويج لأجندته الخاصة بالقومية العربية. من جانبها غنت أم كلثوم دعما لجمال عبد الناصر، وتبرعت بملايين الدولارات للجيش. وبينما يعدها البعض أداة له يعدها البعض أداة له تعتقد دانيلسون أن العلاقة كانت مفيدة للطرفين، إذ كانا يتفقان في العديد من القضايا. وتقول دانيلسون: كانا يميلان إلى قول الأشياء ذاتها عن أنفسهما وعن مصر وعن العالم العربي. في بعض الأحيان لا تعرف من الذي يتحدث، هل هو عبد الناصر أم أم كلثوم. في سنة 1967 قدمت أم كلثوم حفلتها الوحيدة في أوروبا في مسرح الأوليمبيا في باريس. دفعوا لها ضعف ما تلقته كلاس لتقف في المكان ذاته. مع ارتفاع أسعار الدخول 4 أضعاف أسعار سامي ديفيس جير بعد الحفلة، قالت: لا أحد يستطيع أن يصف مدى فخري عندما ذهبت إلى باريس ووقفت في وسط أوروبا ورفعت صوتي باسم مصر. غنت حتى سنة 1970، لكنها توفيت سنة 1975 بسبب الفشل الكلوي، ويقال إن جنازتها سار فيها 4 ملايين مصري. انتزع المشيعون النعش من المسؤولين وحملوه لساعات عبر الشوارع.
يكمل المقال: أم كلثوم ما تزال تظهر بانتظام في وسائل الإعلام المصرية. أولئك الذين يشعرون بالإحباط من الأوضاع الحالية للبلاد عادة ما يجتذبهم العصر الذهبي الذي تمثله. وحظيت أم كلثوم بمعالجة تقنية الهولوغرام لتظهر وهي تغني في صورة ثلاثية الأبعاد في المملكة العربية السعودية، بينما اقتبس مونتجو موسيقى التراب العربي من موسيقاها، ويواصل المغنون أداء أغانيها بما في ذلك سناء نبيل حفيدتها البالغة من العمر 17 عاما، والتي ستظهر في حفل مسارح الطرف الغربي في لندن بعد عرض رائع في برنامج Arab Got Talent. إنها تعتقد أن موسيقى قريبتها ما زالت صالحة حتى اليوم، وتقول سناء الحفيدة: لم تكن موسيقاها خاصة بالماضي وحده، الأغاني قديمة لكن الموسيقى تشعر دائما بأنها جديدة، إنها موجودة خارج الزمن. اشتكى البعض من أن وجود أم كلثوم الإعلامي الكاسح خنق المواهب الأخرى، والبعض الآخر لا يشعر بالارتياح لحدة خطابها القومي، وتتحدى أغانيها التي استمرت لمدة ساعة أيضا أولئك الذين عاشوا في على أغاني البوب التي لا تتجاوز الثلاث دقائق. وتقول خنساء، وهي فنانة لبنانية أصدرت نسخة إلكترونية من أغنية أم كلثوم قصة الأمس، تقول: يجد الكثير من الناس صعوبة في فهم اللغة العربية الفصحى، لذا فهم لا يستمعون إليها، لا سيما الأغاني الأقدم والأكثر تعقيدا. كانت هناك أيضا محاولات لطرح أسئلة أكثر صعوبة حول سيرتها الذاتية. قوضت أم كلثوم معايير النوع البشري في مصر في منتصف القرن بصفقاتها التجارية البارعة والمشاركة النشطة في الحياة العامة ومقاومة التخلي عن حياتها المهنية من أجل الحياة الأسرية. تزوجت مرتين ولم يكن في المرتين زواجا تقليديا، الأول انتهى خلال أيام، أما الثاني والذي جاء في الخمسين من عمرها فقد كان من رجل يصغرها سنا ولديه أطفال من زوجة سابقة. يقول موسى الشديدي، وهو كاتب عراقي مقيم في الأردن: لا نتحدث عن نساء قويات أو مسترجلات في تاريخنا، نحن نكتفي بخوض النقاش حولها بوصفها مطربة. عندما كتب مقالا في مجلة مجتمع المثليين الأردنية ماي كالي، يستكشف فيها رفض أم كلثوم للأدوار التقليدية للجنسين ضمن مقاله هذا الاقتباس من المفكر الفلسطيني البارع إدوارد سعيد: خلال حياتها كان هناك حديث عما إذا كانت سحاقية أم لا، ولكن القوة الهائلة لأدائها الموسيقي الرفيع للشعر الكلاسيكي تغلب على مثل هذه الشائعات. تسببت مجرد الإشارة إلى احتمال أن تكون أم كلثوم سحاقية في فضيحة، وحجبت الحكومة الأردنية موقع مجلة مايكالي. يستدرك الكاتب: قد يكون هناك حقيقة لهذه التأكيدات، إذ تقول دانيلسون إن أم كلثوم كانت محاطة دائما بنساء بعينهن ولم تظهر اهتماما كبيرا بالرجال، وتقول: من المحتمل جدا أنها كانت لديها علاقات مع النساء. ويحذر الشديد من الترويج لمثل هذه الادعاءات، ويقول: لا أرى كيف سيؤدي نبش جثث الموتى من العالم الآخر والتنقيب في ذكرياتهم بعدما واراهم التراب إلى إصلاح مجتمعنا اليوم، ولكن يمكننا أن نسأل: إذا كانت سحاقية فهل سيغير ذلك من الصورة التي نراها بها؟ ربما يساعد هذا الناس على إعادة النظر في كيفية تفاعلهم مع هذه المحرمات. يقول نفس الكاتب: يظهر الغضب مدى تحمس الناس لحماية أم كلثوم والدفاع عنها بعد نصف قرن تقريبا من وفاتها، لا يعود الفضل في ذلك إلى أحبالها الصوتية فحسب، ولكن أيضا إلى الحرص الشديد في تكوين شخصيتها العامة. كانت أم كلثوم حذرة من الصحافة وحرصت على سرد قصتها بأقلام وعدسات صحفيين ومصورين مختارين، وصاغت روايتها العامة بنفسها، فوازنت ببراعة بين شخصيات الأم الوقورة والمسلمة الورعة والفتاة القروية ابنة الفلاحين والمدافعة عن اللغة العربية ورمز القومية المصرية. ربما تعني أم كلثوم أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، وهي قدرة أتقنتها الراحلة. وكما كتبت دانيلسون: لقد حاولت بدأب وثبات أن تبني صوتا يمكن للملايين عده صوتهم. في إحدى مقابلات الفيديو القليلة التي أجرتها أم كلثوم في باريس سنة 1967، تبدو أم كلثوم واثقة على نحو رائع، إذ تنظر إلى الصحفية المضطربة نظرة ثبات، إجاباتها مقتضبة ومتحفظة رغم وجهها البشوش، تحلل ما بين سطور كل سؤال وتغتنم كل فرصة لصقل صورتها العامة.
عند سؤالها عن النصب الذي تزوره أكثر في باريس، تشير إلى مسلة الأقصر في ساحة الكونكورد التي نقلت من مصر إلى باريس سنة 1833، وعندما تسأل الصحفي عن السبب تقول ببساطة: إنها مسلتنا، إنها تطمئن محبيها في الوطن بمهارة أنها على الرغم من أنها تغني في فرنسا فإنها لن تكون إلا مصرية دائما وأبدا. تقول دانيلسون في كتابها: كان من الواضح أن حياتها العامة كانت بمثابة عملية بناء، لكن هذا لم يكن مصطنعا ولا كاذبا. تعلمت أم كلثوم ببساطة أن تقدم نفسها بالطريقة التي أرادت أن يفكر بها الناس فيها ويتذكروها. لكي نفهم أم كلثوم حقا، ليس كموسيقية فحسب بل كظاهرة اجتماعية ما تزال متقدة، تقول دانيلسون: إنه يجب علينا لبس، ليس أن نفهم الحياة الكامنة خلف الأسطورة فحسب، بل نفهم أيضا الأسطورة في قلب الحياة.